الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة ورد الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجلى به الظلم وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فاليوم هو يوم النحر اليوم هو يوم الأضحى اليوم هو يوم الحج الأكبر كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم الطهر فيوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة وفيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم بداية الأضحية والأضحية من التضحية وتذكرنا بإبراهيم عليه السلام الذي مدحه ربنا سبحانه وتعالى في غير آية من كتابه فقال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال ربنا سبحانه وتعالى في شأنه واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال سبحانه وإبراهيم الذي وفى فإبراهيم عليه السلام استحق هذه المكانة وهذه المنزلة بسبب انقياده لأمر الله لأنه استسلم وانقاد وأذعن وأطاع وقدم محبة الله سبحانه وتعالى على المحبة الفطرية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في قلبه تجاه ولده الصغير الله سبحانه وتعالى أمره في أول الأمر أن يأمر ولده أو زوجه وولده الرضيع أن يذهب إلى مكان لا زرع فيه لا ضرع فيه لا حياة فيه فما تردد تركهما وزوجه تنادي يا إبراهيم أين تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه حياة وهو لا يلتفت إليها ثم قالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت اذهب فلن يضيع الله هذا هو استسلام لأمر الله هذا هو الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى المرأة الصالحة نعمة من الله سبحانه وتعالى والولد الصالح عطية وكرم وفضل ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى كذلك لذلك إبراهيم عليه السلام عندما ألقوا به في النار وهو شاب يحطم أصنامهم ويدعوهم إلى التوحيد ألقوا به في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل فإذا بالنار تكون بردا وسلاما على إبراهيم بإذن الله سبحانه وتعالى النار لا تحرق والسكين لا تقتل والبحر لا يغرق إذا أراد الله إذا أمر الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات كلها تذعن وتنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام يؤمر بذبح ولده عندما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين كان دعاءه بعد 80 سنة من العمر أن يرزقه الله بالولد الصالح فرزق
وفقه الله على كبر سنه بإسماعيل، فإذا به يؤمر أن يأخذه إلى مكان ليس فيه حياة. فلما شب هذا الولد وأنجاه الله سبحانه وتعالى برحمته وأصبح يسعى مع أبيه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة الصافات، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، يحدثه ويحاوره فيقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. أرى يعني هذا أمر يستمر يتكرر، ورؤيا الأنبياء وحي من الله وأمر من الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم يعلم ذلك، لكنه يريد من ولده الصالح الصغير أن يشاركه في الأجر، تعلق قلبه بولده الصغير، فأراد سبحانه وتعالى أن يكون تعلق قلب إبراهيم بالله ليس بأحد غير الله حتى ولو كان هذا ولده الصغير. فإذا به يؤمر بذبحه، فإذا بالولد الذي يسعى في صغره يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المكافأة من الله سبحانه وتعالى. هل يتخلى الله عن عباده الصالحين؟ كلا. الله سبحانه وتعالى يأمر جبريل فينزل من السماء بكبش الأملة وتكون الأضحية وقصة الأضحية التي نعرفها، لكن نقول هكذا يقول يكون الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، وهكذا تكون النتيجة. الذين يستسلمون لأمر الله لا يضيعهم الله سبحانه وتعالى، الذين ينقضون لأمر الله في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، في صلاتهم، في صيامهم، في زكاتهم، في حجهم، في عبادتهم، ينقادون لأمر الله. الذين يتخلون عن الذنوب والمعاصي، يعلمون أن الزنا حرام، وأن الربا حرام، وأن الكذب حرام، وأن الخيانة حرام، فيتركون هذا كله انقيادا واستسلاما لأمر الله سبحانه وتعالى، والنتيجة أن الله مع المؤمنين الذين يستسلمون لأمره وينقادون لطاعته. نسأل الله أن نكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، نعم، شرعت الأضحية، والأضحية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنها النبي صلى الله عليه وسلم وظل يضحي 10 سنين بعد هجرته إلى المدينة، وقال في شأنها ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، يعني الأضحية التي يضحي بها المسلمون بعد صلاة العيد هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. الذين يقدمون يعلمون أن الله سبحانه وتعالى كما قال لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هي المهتر وهي المقصد وهي المراد، فالذي ينوي أن يضحي فإنما يضحي من أجل الله، من أجل أن ينال الأجر، من أجل أن ينال درجة التقوى عند الله سبحانه وتعالى. اليوم هو يوم عيد، ويوم يذكرنا بالإخاء والمودة، وأنه يوم نجتمع فيه لا نتفرق ولا ننسى معاناة إخواننا في فلسطين ولا في السودان ولا في أي مكان. نعم نفرح بعيدنا، ولكن إياكم أن تنسوا إخوانكم، لا تنسوهم حتى
لا تنسوهم بالصدقة، لا تنسوهم بالكلمة التي ينبغي أن تقال في حقهم. ينبغي للمؤمن أن ينصر أخاه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نتزاور، نتحاب، نجتمع، نبتسم في وجوه بعضنا، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما وعي إلا متبسما صلى الله عليه وسلم، وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرنا أن نتهاب فقال تهابوا تحابوا، وبين أن التحاب سبيل إلى دخول الجنة فقال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم اليوم، يوم لإفشاء السلام، يوم للاجتماع والمحبة والمودة والبر والصدقة والإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى في ساعتنا هذه أن يجعل هذا عيدا عيدا على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرفع البلاء والهمة عن إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي كشمير وفي كل مكان، وولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة والمذنبين. اللهم إني نسألك يا الله يا أرحم الراحمين أن تنصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم ارفع عنهم الهمة والبلاء يا رب العالمين، اللهم عجل بفرجك، اللهم عجل بفرجك لإخواننا في السودان، اللهم ارفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين، واجمع المسلمين على كلمة الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.